المسلمين. نلتقي اليوم في هذه المحاضرة الثانية إن شاء الله، واليوم سنبدأ في الفصل التمهيدي. سنبدأ في هذا الفصل التمهيدي. أعيد ما ذكرناه أمس وأذكركم، نحن نعتمد إن شاء الله على كتاب دراسة الجدوى للمشاريع، الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، الكتاب من الدكتور محمد زياد. أعيد، دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع للدكتور محمد زياد. إذن نبدأ بالفصل التمهيدي. قلنا نحن سنقوم بدراسة جدوى المشاريع الاقتصادية، وطبعا هذه المشاريع تسمى استثمار. نحن نقوم بدراسة جدوى لمشاريع استثمارية ولاستثمارات، وبالتالي قبل أن نبدأ في دراسة الجدوى لابد من أخذ نتوقف بعض الشيء حول مفهوم الاستثمار. طبعا الاستثمار طبيعته، أهميته وأهدافه بالنسبة لكل اقتصاد. طبعا الوصول إلى قرار استثماري سليم هو هدف كل دراسة جدوى، لأن قبل الشروع في المعالجة التفصيلية لمراحل دراسة الجدوى سنتوقف في شيء من الإجاز عند موضوع الاستثمار. فيقول أن الاستثمار هو عنصر حيوي وفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يقوم أو يطلع بدورين أساسيين في الاقتصاد الكلي. أولا هو عنصر كبير ومتغير من الإنفاق، تعرفون أن الطلب الكلي في الإشمالات، الاستثمار، الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، والإنفاق الاستثماري يعتبر هام مهم جدا في تفعيل أو في زيادة الطلب الكلي. وبالتالي تعرفون أن التغير في الطلب الكلي يؤثر بدوره على الإنتاج وعلى التوظيف، وهذا ما يدل على أن الاستثمار عنصر أساسي وعنصر حيوي وأساسي في اقتصاد كل بلد. ثانيا الاستثمار يؤدي إلى تراكم رأس المال، إلى تراكم الثروة. طبعا تراكم رأس المال يؤدي إلى زيادة مقدور الأصول الإنشائية، يعني ذلك الإنشاءات والآلات والمعدات وغيرها، مما يضعف القدرة الإنتاجية للبلاد بشكل عام، ويأمن النمو الاقتصادي على المدى البعيد، لأن كل زيادة تعرفون في الاستثمار تؤدي إلى زيادات مضاعفة وتراكمية في الدخل. وقد تعرفتم على ذلك في مقرر مبادئ الاقتصاد الكلي عندما درستم مضاعف الاستثمار، لأن مضاعف الاستثمار يعطينا كيف أن الزيادة في الاستثمار تؤدي إلى زيادات مضاعفة وتراكمية للدخل. أيضا الأهمية الكلية للاستثمار، هذه الأهمية تجعل كل الحكومات تقريبا تعطي أهمية لهذا الموضوع، لموضوع الاستثمار، وتضع القوانين والتشريعات وتتخذ الإجراءات المحفلة والمشجعة للاستثمار، وتدفع المستثمرين للاهتمام بزيادة وتحسين إنتاجية رأس المال وفاعلية استخدامه. وبالتالي نرى اهتماما من الحكومات المختلفة بموضوع الاستثمار نظرا لآثاره الإيجابية ولتأثيره الواضح على التنمية الاقتصادية، تأثيره الواضح على النمو الاقتصادي، تأثيره الواضح على التوظيف وخلق فرص العمل. كل هذا يبين أن الاستثمار عنصر هام وفعال في التنمية الاقتصادية. وبذلك لا بد من عند اتخاذ القرار الاستثماري
لا بد من دراسة هذا القرار على أسس علمية دقيقة واضحة بعيدة عن الارتجالية وعن العشوائية. وبالتالي يجب أن تكون الدراسة دراسة جدوى، دراسة علمية موضوعية واضحة بعيدة عن الارتجال والتسرع والعشوائية. السؤال الآن، ما هي العناصر المحددة للاستثمار؟ ما هي العناصر المحددة للاستثمار؟ قبل ذلك في سؤال على الكتاب، قلت الكتاب موجود في منتديات الفصول السابقة، ولو في حجز زملائكم يمكنني حطه من جديد، نضعه من جديد على منتديات الاستثمار. واللي موجود في الرياض يستطيع بكل سهولة الحصول عليه من أمام مراكز التصوير الموجودة أمام جامعة الإمام. نقول القوس ونعود للحديث عن العوامل المحددة للاستثمار. متعددة ومختلفة. السؤال هو، ما الذي يدفع المستثمرين إلى الاستثمار، إلى فتح مشاريع جديدة؟ طبعاً أول شيء أن المستثمرون يخبرون على عملية الاستثمار إذا توقعوا أن ذلك الاستثمار يجلب لهم الربح والربح الوفير. طبعاً لا بد أن يكون العائد من هذا الاستثمار أكبر من التكلفة. هذه الفكرة البسيطة تنطوي على عناصر أساسية لفهم موضوع الاستثمار، هي العائد، الكلفة، والتوقعات. هذه ثلاث عناصر أساسية تفسر الاستثمار، ثلاث عناصر أساسية تعتبر من العوامل المحددة للاستثمار. نبدأ بالعمل الأول وهو العائد، العائد أو الربح. طبعا العائد يمكن أن يجلب الاستثمار، العائد طبعا أساسا هو أهم شيء تقريبا. إذا تمكنت مؤسسة من بيع منتوجاتها لقاء مبلغ أكبر من الاستثمار، هذا يعني أن مستوى الإنتاج يشكل عاملا محددا للاستثمار. فعندما تستخدم المصانع والمشاريع بصفة عامة طاقتها الإنتاجية بالكامل، فإنها تحتاج إلى معدات أقل بكثير، وبالتالي فإن مستوى الاستثمار يكون منخفضا. وبالتالي العلاقة بين الناتج والاستثمار هي علاقة تبادلية، لأن زيادة الناتج تتطلب زيادة الاستثمار، كما أن زيادة الاستثمار تتطلب أيضا زيادة في الناتج. طبعا أعيد، العائد أو الربح هو أهم عامل يشجع الاستثمار، أهم عامل يدفع المستثمرين إلى الاستثمار. العامل الثاني هو عامل الكلفة. طبعا الكلفة تشكل العامل الثاني المهم الذي يحدد مستوى الاستثمار. طبعا حساب أو كلفة الاستثمار ليست عملية سهلة، لأن في الاستثمار ستحسب كل التكاليف، من كلفة الآلات والمعدات، الأرض والمباني، العمال، التمويل، كل شيء يجب تقييمه. وكذلك لا ننسى كلفة الاقتراض، لأن في بعض الأحيان عندما نمول مشروع عن طريق قرض بنكي أو قرض مصرفي، هناك فوائد يجب أن تدفع للبنك. في بعض الأحيان هناك من ينسى أو يتناسى كلفة الاقتراض، وكلفة الاقتراض تعتبر هامة وهامة جدا في بعض الأحيان. طبعا كلفة الاقتراض يمكن
تقييم بالاعتماد على سعر الفائدة. طبعا كل ما كان سعر الفائدة مرتفعا كانت كل رأس المال مرتفعة، وكل ما كان سعر الفائدة منخفضا كانت الأموال المعدة للاستثمار أكبر، وكان مستوى الاستثمار أكثر، لأن انخفاض سعر الفائدة يشجع على عملية الاقتراض وعلى زيادة الاستثمار. طبعا والعكس صحيح، طبعا هناك عدة دول تميل في سياسات المالية إلى تخفيض سعر الفائدة خاصة في أوقات الركود الاقتصادي، الغرض هو تشجيع الاستثمار. كذلك السياسة الضريبية التي تتبعها الدولة تؤثر على الاستثمار، لأن كلما فرضت الحكومة ضريبة عالية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار وإضعاف الحوافز الاستثمارية في ذلك القطاع، لأن عندما انخفض هذه الضريبة في قطاع معين فإنها تشجع على الاستثمار فيه، لأن النظام الضريبي عادة ما يختلف من قطاع إلى آخر ويؤثر على القرارات الاستثمارية. مثلا عندما تقول دولة أن الاستثمار في المشاريع الزراعية هو معفي تماما من الضرائب فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع. يعني عندما تقول أن الاستثمار مثلا في القطاع العقاري في ضرائب كثيرة فإن العديد سوف يبتعدون عن الاستثمار في هذا القطاع. أيضا العامل الثاني وهو عامل التكاليف، والكلفة تعتمد على كلفة الاستثمار، كلفة الاستثمار بشكل عام هي كلفة الآلات والمعدات والأراضي والمباني والبنية العامة وغيرها، وكذلك كلفة الاقتراض، وكذلك أيضا كلفة الاقتراض، وكذلك أيضا كلفة الضريبة، والضريبة هي تؤدي إلى زيادة التكاليف، كلما ارتفعت الضريبة كلما ارتفعت التكاليف. هذا إذن العامل الثاني وهو الكلفة. العامل الثالث المحدد للاستثمار هو التوقعات، أي هي التوقعات. طبعا توقعات المستثمرين وثقتهم بالوضع الاقتصادي والسياسي والأمن في البلاد والمنطقة أمر هام مهم جدا، لأن تعرفون أن الاستثمار بطبيعته عمل مغامر ينطوي على درجة معينة من الخطورة، ومبني على التوقعات والتنبؤات بالأحداث المختلفة. كلما توقعنا ارتفاع العائد أو استقرارا وضعا اقتصاديا أو انتعاشا اقتصاديا كلما كان العائد أكثر. أما إذا افترض المستثمرون أن الوضع الاقتصادي المقبل في بلد ما سوف يتسم بالركود وبالانكماش فإنهم هذا ما يحجمون عن توظيف أموالهم فيه، وبذلك القرارات الاستثمارية تتوقف على التوقعات والتنبؤات بالأحداث المقبلة. المستثمرون يبذلون جهدا في تحليل الأوضاع محاولين التقليل قدر الإمكان من الخطر ومن عدم التأكد أو مرتبطين بالاستثمار. فالاستثمار هو عمل مغامر وعمل فيه الكثير من المغامرة، وبالتالي يجب دراسة وقيام بالدراسة اللازمة لتحديد التوقعات والتنبؤات بالأحداث المقبلة. هذه الثلاث عوامل الأساسية المحددة للاستثمار، وهي أساسا العائد، الكلفة، والتوقعات. وعموما كل مؤسسة وكل شركة وكل مشروع يستثمر بهدف الحصول على الربح، وبالتالي القرارات الاستثمارية تتوقف على هل هناك طلب على هذه السلعة المنتجة، تتوقف أيضا على أسعار الفائدة والضرائب التي تؤثر على الاستثمار، وتتوقف أيضا على توقعات المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد. هذه بسرعة ثلاث عوامل أساسية المحددة، الثلاث عوامل أساسية المحددة للاستثمار. أمر الآن إلى الأسس والمبادئ العلمية
اتخاذ القرارات الاستثمارية. طبعا أنا الآن الذي عند الكتاب نحن في الصفحة 18، صفحة 18. الأسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرار الاستثماري. للوصول إلى قرار استثماري سليم وناجح لا بد من أخذ بعين الاعتبار العاملين التاليين. العامل الأول اللي يعتمد اتخاذ القرار على أسس علمية، والعامل الثاني يجب أن يراعي هذا القرار جملة من المبادئ والمعايير التي سنعددها الآن. أعيد، العمل الأول نعتمد القرار على أسس علمية، وهذا يتطلب الخطوة الثانية وهي تحديد الهدف الأساسي للاستثمار، ما تحت من الاستثمار، تحقيق ربح معين، مستوى معين من الأرباح، تحقيق ممكن شهرة في بعض الأحيان. الخطوة الثانية تجميع المعلومات اللازمة لاختيار اتخاذ القرار، والخطوة الثالثة تحديد العوامل الملائمة التي يتم خلالها تحديد العوامل الأساسية لاتخاذ القرار، ثم تقييم العوائد المتوقعة للفرصة الاستثمارية، وأخيرا اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة. هذا العامل الأول. طبعا الاستثمارات تتعدد تختلف أنواعها، وفي كل مرة هناك مثلا استثمار مالي، استثمار في الأسهم، شراء الأسهم والسندات وغيرها، استثمار مالي. هناك استثمارات حقيقية، استثمار حقيقي، نحن خاصة هنا نتحدث عن استثمار حقيقي، استثمار في المشاريع الزراعية أو الصناعية أو السياحية، واستثمار حقيقي. في حين الاستثمار في البورصة أو في الأسواق المالية هو استثمار مالي. العامل الثاني الذي ينبغي الاهتمام به أو يجب أن نهتم به للوصول إلى قرار استثماري سليم هو مراعاة بعض المبادئ أو بعض المعايير. أول مبدأ هو مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية، طبعا هذا المبدأ هو أحد الأركان الأساسية. تعرفون أن الموارد المالية المتاحة المستثمر مهما كانت قوته هي دائما محدودة، ويمكن يكون حتى بالندرة في بعض الأحيان، في حين أن الفرص الاستثمارية متعددة ومتنوعة. لذلك يجب على الذي يتخذ القرار أن يراعي هذه الحقيقة، بحيث يجب أن يختار الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتفق مع استراتيجيته وهدفه في الاستثمار، ولا يستعجل ويختار أول فرصة استثمارية يوجه لها كل أمواله، لأن الفرص الاستثمارية موجودة ومتعددة، ولا بد أن يكون يتمتع بنوع من التأني ونوع من الاحتياج كما يقال، ولا يتسرع في اتخاذ القرار الاستثماري. لا تقول هذا أول مشروع أفضل مشروع، خلاص ما في مشاريع أفضل من هذا، وبالتالي سأركز على هذا المشروع. لا، أنت لابد أن تدرس هذا المشروع، وإذا حصل ووجدت فكرة أخرى لا أدرسها وأقارن وأقوم بالمفاضلة والمقارنة بين المشاريع الاستثمارية التي هي مشاريع استثمارية متعددة. مبدأ ثاني هو مبدأ الخبرة والتأهيل. طبعا للوصول إلى القرار الاستثماري لابد أن تكون لك مستوى معين من الدراية والخبرة في الميدان الذي ستستثمر فيه. لكن
من لم يستطع يمكن له أن يستعين بخبراء ومستشارين ومهندسين ومختصين في الميدان. هناك مكاتب استشارات اقتصادية مستثمرية، هناك مكاتب دراسات جدوى للمشاريع. لذلك لابد للمستثمر الجديد والذي لا تتوفر لديه الخبرة والمعرفة الكافية لأمور الاستثمار أن يستعين في اتخاذ قرار استثماري بالخبراء والمستشارين والمختصين بشؤون الاستثمار. لا يعقل أن تفتح مشروعا وأنت ليس لك خبرة فيه ولا تستعين بأهل الفكر. مبدأ ثالث هو مبدأ الملائمة. مبدأ الملائمة وهو يعتبر أيضا ركن أساسي، لأن المشروع لا بد أن يتلائم مع استراتيجية المستثمر، ويجب على المستثمر القيام باختيار المجال الاستثماري المناسب. وطبعا عند ما يختار هذا الاختيار يكون على ضوء عدة عوامل ذاتية مثل دخل المستثمر، وظيفته، اختصاصه، مجال اهتمامه، خبرته، بيئته الاجتماعية، صحته. ويجب الاختيار استثمارا مناسبا له ومناسبا لصحته ولدخله ووظيفته واختصاصه. لا تقولي مثلا والله الاستثمار في الأبراج السكنية في ربح كثير وأنت في الحساب عندك 10,000 ريال، يجب أن يكون لكن لديك القدرة على بناء على الاستثمار في هذا الميدان، لأن هذا الميدان يتطلب إمكانيات مادية، إمكانيات مالية كبيرة، وأنت لا تملك هذه الإمكانيات، لأن البنوك لا تعطيك الأموال هكذا، يجب هناك حد أدنى من التمويل الذاتي. طبعا كل مستثمر له خاصياته، له درجة اهتمامه بهذا المشروع أم لا. هناك مستثمر مثلا حتى العائد المتوقع، هناك من يرضى بمستوى معين من العائد، هناك من لا يرضى بمستوى معين من العائد، هناك أيضا درجة مخاطر، هناك مستثمرون مغامرون وهناك مستثمرون يخافون المغامرة. وبالتالي الملائمة هذا أيضا مبدأ هام وهام جدا. المبدأ الأخير هو مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية. مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية. تعرفون عفوا أن الاستثمار عمل مغامرة في خطورة في مخاطرة، وبالتالي يجب لا يمكن المستثمر أن يضمن تحقيق أو تحقق العائد على استثماراته. طبعا هو ليس لن يكون متأكدا أن التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار مؤكدة من حيث القيمة، كذلك هذه التدفقات لن يكون متأكدا لأنها ستتحقق من حيث التوقيت الزمني. وبالتالي فإن كل خلل في هذين الشرطين لا بد أن ينعكس على العائد. وبالتالي من أجل التخفيف من درجة المخاطرة المرافقة لعملية الاستثمار، ومن أجل تحقيق أو ضمان مستوى معين من الأمان، لا بد من العمل على تنويع المحافظ الاستثمارية. يعني ذلك أن المستثمر يجب أن لا يضع كل أمواله في مجال أو نشاط استثماري واحد، بل من الأفضل السعي لتنويع مجالات الاستثمار قدر الإمكان. بل من الأفضل السعي لتنويع
في تنويع مجالات الاستثمار قدر الامكان. هذه إذن المبدأ الأخير وهو مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية. نوعين، أربع مبادئ أساسية، مبادئ علمية يجب أن تراعها عند اتخاذ القرار الاستثماري. المبدأ الأول هو مبدأ تعدد الخيارات المتوسط أو الفرص الاستثمارية. المبدأ الثاني مبدأ الخبرة الفعلية. مبدأ الرأي الثالث هو مبدأ الملامة. وأخيرا مبدأ الرابع هو مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية. وبذلك انتهينا من هذا الفصل التمهيدي الذي تحدثنا فيه عن الاستثمار. طيب الآن نمر، هل في أسئلة؟ سأقولكم دقيقة للأسئلة. عفوا نرجع الآن إلى الفصل الأول. بعد أن تعرفنا على الاستثمار الآن سنأخذ فكرة عامة عن دراسات الجدول الاقتصادي المشاريع المفهوم الأهمية والمراحل. نبدأ بمفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية. طبعا كل مشروع يبدأ بفكرة استثمارية تطرأ على ذهن المستثمر أو رجل الأعمال، وتمثل هذه الفكرة النواة الأساسية لسلسلة من التحاليل ومن الدراسات التي ينشأ عنها اتخاذ قرار من المفروض أن يكون قرارا سليما وقرارا رشيدا. طبعا يمكن تعريف دراسة الجدوى الاقتصادية أنها مجموعة دراسات علمية الشاملة لكافة جوانب المشروع، ويمكن أن تكون هذه الدراسات بشكل دراسات أولية، الدراسة القانونية أو التسويقية أو المالية، أو دراسات فنية وتقفيلية. ومن خلال هذه الدراسات يتم التوصل إلى اختيار بديل أو فرصة استثمارية مقترحة، وبالتالي يتاح لصاحب القرار الاستثماري أن يتخذ قرار بما يتلائم مع الأهداف التي يرغب في تحقيقها. هذا المفهوم البسيط لدراسة الجدوى الاقتصادية، وهي مجموعة الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب المشروع
يمكن أن تكون هذه الدراسات بشكل أولي في الدراسة القانونية والتسويقية والمالية، ويمكن أن تكون دراسات فنية وتفصيلية. هذه الدراسات تسمح لصاحب القرار أن يتخذ قرارا بشكل يتلائم مع الأهداف التي يرغب في تحقيقها. طبعا دراسات الجدوى سواء كانت من المدار الربحية التجارية وهي التي تتفق مع هذا المشروع الخاص، أو من المدار الربحية التجارية على المستوى الوطني، نحن طبعا سنركز في هذه الفصول كلها تقريبا ما عدا الفصل الأخير، سنركز على الربحية التجارية وعلى دراسة الجدوى الخاصة. الآن أين تكمن أهمية دراسة الجدوى؟ أين تكمن أهمية دراسة الجدوى؟ طبعاً دراسة الجدوى تمكننا من اختيار المشروع المناسب ومن المفاضلة بين المشروعات المقترحة. طبعاً الاهتمام بدراسة الجدوى ينبع في أهميتها، وهي أداة الوصول إلى قرارات استثمارية ناجحة. وثمة علاقة بين درجة الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ومعدلات التنمية المتحققة في العالم. مثلا نلاحظ أن البلدان المتطورة هي التي تهتم أكثر بدراسات الجدوى الاقتصادية، لأنها تخصص الوقت اللازم والإمكانيات اللازمة لدراسة المشاريع بصفة جدية وبصفة موضوعية، لأن الهدف النهائي من كل دراسة جدوى هو سواء كانت من الاستثمار الربحية التجارية أو الربحية الوطنية يكون في تحقيق الكفاءة الاقتصادية. والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية. ويمكن إبراز أهمية دراسة الجدوى من خلال النقاط التالية. أولا، تساهم دراسة الجدوى في تحديد الأفضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية من وجهة نظر التنمية الاقتصادية. أنا في دراسة الجدوى سأتعرف أي المشاريع في فائدة أكثر للتنمية الاقتصادية. النقطة الثانية، دراسة الجدوى تساهم في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى الوطني، وتجنب بالتالي هدر وتبديد الموارد على مشاريع غير مجدية. مثلا تقوم بدرس جدوى، مثلا تقوم ساقوم مثلا بمشروع لصنع السفن مثلا في الرياض، هل من المجدي إقامة هذا المشروع في الرياض؟ طبعا لا، لأنه سيتكلف الرياض أولا، وثانيا لأن الرياض بعيد عن البحر، وبالتالي فإن هذا الأمر يتطلب التفكير في مشروعات الرياض أو التفكير في مدينة أخرى. الأمر الثالث، أن دراسة الجدوى يتم الكشف عن الأسعار الذي يمكن أن يحدث من فائدة المشروع على المستوى الخاص وعدم جدواه على المستوى الوطني. لأن في بعض الأحيان هناك مشاريع خاصة ذات جدوى عالية ذات ربحية تجارية كبيرة، لكن على المستوى الوطني أو على مستوى المجتمع هذا المشروع فيه تلوث، فيه تأثيرات سلبية على البيئة، فيه تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، وبالتالي المشروع غير ناجح. وبالتالي كيف نعرف؟ يتم معرفة كل هذا من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية. النقطة الرابعة، دراسة الجدوى
هي وسيلة عملية تساعد المستثمر على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار في مشروع معين على نحو يتناسب مع قدرته المالية في ظل مستوى مقبول من المخاطر. إذا تستشيره لك مرحلة فيها حساب التكاليف، وبالتالي تعرف أن تكاليف المشروع وهل أنت قادر على تمويل المشروع أو هذا المشروع هو يتناسب مع قدرتك المالية أم لا. خامسا، كل مشروع يحتاج إلى تمويل عادة، وعادة خاصة المشاريع المتوسطة الكبيرة تحتاج إلى تمويل عن طريق مؤسسات تمويل، سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالية مختلفة. وبالتالي فهذه الجدوى هي وسيلة لإقناع هذه المؤسسات لتمويل مشروعها. أي واحد يريد أن يمول مشروع يطلب من البنك أو شيء، هو هي دراسة جدوى المشروع. إذا حس البنك أو المصرف بأن المشروع رابح فإنه سيقع تمويل المشروع. أما إذا درس المشروع ووجده خاسر فإنك لن تحقق. وبالتالي فاتلك الجدوى بدها تكون مقدمة بشكل علمي، بدها تكون شاملة ومفصلة وتثبت جدوى المشروع، فهي وسيلة لإقناع البنوك بتمويل هذا المشروع. النقطة الثالثة، دراسة الجدوى هي وسيلة علمية وعملية لتقييم المشروع وفقا لمعايير مالية واقتصادية موضوعية بعيدة عن العشوائية. معايير بناء علمية، لأن الفصل السابع سنبدأ في تعرف على المعايير وهي معايير القيمة الحالية وغيرها. هذه المعايير هي معايير علمية وليس معايير شخصية. السابع، تساعد دراسة الجدوى المستثمر على مفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة. يعني أمامك عدة مشاريع في بعض الأحيان وستختار الأفضل حسب رأيك. أخيرا، النقطة الثامنة التي تبين أهمية دراسة الجدوى دراسة الجدوى تساعد في تصويب وتعديل خطة الإنتاج والتشغيل على نحو يتلائم مع الظروف المتغيرة والطارئة التي يمكن أن تواجه المشروع خلال فترة التنفيذ والتشغيل. مثلا أعطيكم مثال، مثلا تقوم بمشروع بأدوات مدرسية، وطبعا لا بد أن في مثلا في بالنسبة لبيع الأدوات المدرسية هناك موارد بيع الأدوات المدرسية وهي في أول السنة وفي ممكن في نصف السنة بعض الشيء، وبالتالي يحتاج إلى خطة إنتاج واضحة من الأول يكون فيها يجب أن توفر في أول السنة المنتجات بشكل كبير، ويحتاج إلى خطة لهذا الأمر. نختم هذا الفصل بمراحل دراسة الجدوى الاقتصادية. تتضمن المرحلة الأولى الدراسة القانونية، والدراسة القانونية هي معرفة أو تقييم موقف الدولة بالمشروع. هل الدولة طلعت تسهيلات أم بالعكس الدولة طلعت قيود وتعقل المشروع؟ المرحلة الثانية هي مرحلة الدراسة التسويقية أو دراسة السوق المتوقعة لمنتجات المشروع. طبعا لا بد من وجود سوق لمنتجات المشروع، وإلا كان المشروع لن ينجح. سنرى كل هذه المراحل كل واحدة من فصلها. المرحلة الثالثة هي الدراسة الفنية والهندسية. في هذه الدراسة لابد من تحديد كل احتياجات المشروع واختيار الموقع المناسب واختيار التجهيزات والمعدات والآلات والمستلزمات المنتجية المناسبة، وكذلك تحديد الأدوات العاملة التي تحتاجها لهذا المشروع. المرحلة الرابعة هي مرحلة الدراسة المالية أو الدراسة الاقتصادية، وفيها حساب التكاليف وتقدير رأس المال الضروري لهذا الاستثمار. أخيرا، المرحلة الخامسة، نستخدم معايير علمية لتقييم واحتساب ربحية المشروع وجدواه، وكذلك دراسة الخطر الذي يمكن أن يتعرض له. طبعا هذه المراحل تكون بالترتيب،
قالت الملاحظة هذه متأثرة المراحل يجب أن تكون في المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، إذ لا يصح أن نقوم بالمرحلة الثانية وبعد الأولى، نقوم بدراسة السوق ثم نتأكد في الدراسة القانونية هل الدولة توافق على هذا المشروع أم لا، لأن الدراسات عادة ما تكون مكلفة، وبالتالي إذا المرحلة القانونية الدراسة بينت أن لا يمكن الحصول على الترخيص نتوقف عند الحد. إذا مثلا في المرحلة الثانية الدراسة أكدت عدم وجود سوء نتوقف على الحد ولا نمر إلى المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة. وبالتالي في الترتيب هام وهام جدا، لأن إذا تبين بعد إنجاز مرحلة معينة أن النتيجة سلبية فنتوقف عن الدراسة ولا نمر إلى المرحلة اللي بعدها. وبالتالي فإن هذا الترتيب هام وهام جدا. المرحلة الأولى هي مرحلة مرحلة الدراسة القانونية، والمرحلة الثانية هي الدراسة التسويقية، والمرحلة الثالثة هي الدراسة الفنية والهندسية، والمرحلة الرابعة هي الدراسة المالية، والمرحلة الخامسة تتضمن استخدام معايير التقييم المختلفة. لذلك نكمل اليوم إن شاء الله هذا الفصل الأول، والأسبوع القادم إن شاء الله نمر إلى الفصل الثاني أو المرحلة الأولى دراسته وهي الدراسة القانونية. شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. بالنسبة للتعارض والله أنا أعرف كيف بالضبط هذه يجب نشوفها. الكتاب الرياض موجود أمام جامعة الإمام، هناك مراكز تصوير موجود، الكتاب نسخة منه موجودة، يعني الكتاب منه مصورة. ما المشكلة في هذا التعارض؟ ما يعني عارف كيف، يعني عارف شو الحل، يعني الحل هو ليس بيدي أنا. التعارض يجب الاتصال بالإدارة، اتصل بالإدارة مواد 7 و4 مستويات، عندي كثير مستويات هناك. اللقاء الحية هي من المفروض بالتكفي، لكن أحتاج إلى الكتاب، لأن لما كان في بعض الأحيان أنسى بعض الأشياء ولا أذكرها موجودة بالكتاب. يقول هي المحاضرة كلها تقريبا في مسجلة، ويمكن لك أن تعيدها، ولو عندك أسئلة ولا شيء فضلي في كل وقت. هي في بعض الأحيان فيها شرائح، والشرائح هي تقريبا نفس الكتاب، هو تقريبا في أغلب مراكز التسويق الموجودة، مثلا أعمال الطالب الثلاثية، يعني سلة عدة. شكرا لكم لحسن انتباهكم، ويبدو أني عندكم بعض المحاضرات الأخرى الآن مع زملاء آخرين يبدو. شكرا كنت بالتوفيق إن شاء الله، وإذا كان عندكم أي أسئلة تفضلوا في كل وقت، وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم. بالنسبة للأسئلة سوف نتحدث عليها في المرات القادمة إن شاء الله.